partir dari semua kepresiden. Jadi ini aktif dari semua kepresiden. Nah, sebenarnya tetap sebagai dia, tetap sebagai dia kepresiden. Akan mengalami al tetapsu sebagai dia kepresiden. اللي بيشتغل على الموفمنت دي هي فليكسور هايش بريفز واللامبريكيت ماسل. خلاص بيشتغلوا مين؟ فليكسور هايش بريفز واللامبريكيت ماسل. لما تيجي تبص ودايما انا بقول طبعا حاجات المفروض انا واثق ان ما اتخذتش انادومي انادومي وقلت الكلام ده مصدقني من زمايلكم ان انت هتتفاجئ ان عندك حالات كتيره جدا فوق كمان بيجي لك خلاص وهتدرسهم بعد كده تواصلوا لي بالتفاصيل هتلاقي نفسك ايه؟ محتاج تذاكر نادي الدتاك من دلوقتي تذاكرهم من دلوقتي ايه؟ تذاكرهم يا شباب طيب لما تيجي تبص على تكسر على شباب فريكس طالع من الكلاندر سيلز بتاع الكوبيول الكيوبويد اللاندر كيوبويد والتنر بتاع الكيميات فوستيرو خلاص ده الاوردر بتاعك الكيوبويد كيوبويد والايه؟ والتنر بتاع الكيميات فوستيرو مصر تنزل في مين بقى؟ يسموه الكود بتاع ميدل ولاد رسائل البيت وذا فيرست بروكسيمال فالانكس اللي هو دي رايحه البروكسيمال ايه؟ فالانكس البيت بتاع مين؟ بروكسيمال فالانكس يبقى طالعه من هنا ورايحه لحد هنا لما هتشتغل لك ايه؟ هتعمل ايه؟ الوسط كده هتعمل ايه؟ انفكشن في مين؟ في البيك تو خلاص؟ طيب النير بتاع حميد الجلطه النير طالع من الجروب بتاع فريكس واحد اشتغل فيكشر في جريد 2 تمام واسيست مين بقى؟ بالانس وبالجر البالانس ومين؟ وتاخدوها بالتخصيص اللي جيت مع الدكتور محمد سرحان خدتوها لسه الجيت؟ لسه اه على النهارده؟ اول واحد اه بقى دي هتعرفوا ايه اللي بيحصل وليه بيساعدك في البالانس والبالجر لما بيحصل ايه؟ فيكشر في جريد 2 اول مصر دي الدور بتاعها في الجيت خلاص المصل الثاني اللمبر لما تيجي تبص على اللمبر هي طالعه من فين الريجن بتاعها مش طالعه اصلا من فوق طالعه من فين طالعه من فين الريجن طالع من فين ادي التندون بتاعت دي تكسر ديجيتور خلاص التندون بتاع مين تكسر ديجيتور هي طالعه ما بين مين التندون بتوع تكسر ديجيتور طيب وبتنزلت فين بقى على الدور سادري اكسبانشن برضه بتبتدي في الاكسبانشن بتوعها يعني هي طالعه من هنا وتبتدي في الاكسبانشن بتاعها اللي هي طالعه من الاوريجن بتاعها ما بين التندر بتوع فليكسر ديجيتورا لونجس والانسيرشن بتاعها في الاكسبانشن بتاع مين؟ فليكسر ديجيتورا لونجس قال لك ان النيرف سبلاي فيرست لامب بتاخد من ميدل بلانتر والباقيين بياخدوا من فين؟ من اللاترال بلانتر الشغلانه دي بتعمل فليكشن في البروكسيمال فالنجيز خلاص برضه بتساعد في مين؟ في البالانس بتساعد في البالانس لان هم بيعملوا ايه؟ فليكشن بيعملوا فليكشن انت لما يجي اي خلال البالانس اللي بيحصل عندك الشكل بتكلم السؤال لما يحصل اختلال في البالانس عندك ايه اللي بيحصل؟ هتقع ايه اللي هيحصل عندك؟ اول حاجه بتعمل ايه؟ توز فليكشن صح؟ تمام؟ وده رياكشن اوتوماتيك عشان تثبت نفسك فين؟ في الارض خلاص؟ فمعنى كده يا دكتور اللي بيعملوا فليكشن كلهم بيساعدوك مين؟ بتساعده في البالانس يعني فيكسر هاتش بريك بتساعد مين؟ بالانس لابد بتساعد في البالانس اي حاجه هتعملها فيكشن هتساعدك مين؟ انت وقت العيله خلاص؟ طيب بالنسبه للرينج بوشن بتاعهم يعني مش بيتقاس كويس مش بيتقاس ايه؟ سبجكتيف جدا هتقيس بس فيكشن بتاع مين؟ البيكتو هتقيس بس الفيكشن بتاع مين؟ بتاع البيك 2 تبع حق ماكس سبيل اوفر ذا مين دورسال سيرفس اوف ذا اي جوينت ده بالظبط فرنت اي جوينت خلاص او لو انت عايز تحط على الميديال اسبكت خلاص بتاع الدرسو ده درسال فيرس ودرسال بون اوكي وده الافضل خلاص او لو عندك هاف بقى اليوتر هاف كده اللي هو بيبقى في نص دايره بس ممكن تحطه ايه؟ ده بس ده لو حطيت من فوق هتقيس مين بس؟ فليكشن هتقيس بس مين؟ فليكشن فليكشن لان لو هتقيس فليكشن اكستنشن هتحطه على فين؟ على الميديان سيرفس هتحطه على الميديان سيرفس خلاص؟ طيب
ولازم منها يس بس واكل لازم منها يس بس واكل ماشي يا شباب خلاص طيب عشان اثبت قلت اهو
بثبت دي وبثبت دي. يلا فليكشن تمام. طب على الريزيستنس ها خلاص معلوم شغالين برضه. يلا تاني تمام تاني خلاص يا جماعه. دي المشكله بتعملها دايما فين؟ في المصر تيست بتاع التوز. المصر تيست بتاع مين؟ بتاع التوز. الاكشن كله جاي اغلبه من قصه السورم لونجس بتاع سب ستيتش مش عارف يا جماعه. طيب جريد 3 4 5 خلاص. زي ما احنا قلنا هنا مفيش عندي اليمينيشن عشان هنا مفيش عندي اصلا وي التوز هيأثر على الراب هيأثر على مين؟ فانا بعمل 3 عادي جدا خلاص. بس ريزيستنس 3 بس لازم تكون فورنج موشن. لا تكون ايه؟ فورنج موشن. جريد 2 هتعمل لك بس ايه؟ بارشال رينج اللي هو جريد 2 تمام؟ جريد 3 فورنج موشن، جريد 4 فورنج ريزيستنس، جريد 5 ماكسيمم. طبعا ما حدش يوصل معاك جريد 4 ولا 5 اساسا. خلاص؟ هو لو جاب جريد 3 يبقى ايه؟ حلو خالص. الراجل ده جريد كام اصلا؟ نعتبره ايه؟ ماشي يا شباب؟ طيب. طبعا المفروض ده الجيم بتاع الحيان ده حد جاي مثلا يمشي معايا رجله على الكل يبقى غازل رجله منظفه من ايه؟ خلاص؟ المفروض يعني خلاص انت دايما بينظفك في ايديك. دايما بينظفك ايه؟ في ايديك. ماشي يا شباب؟ احنا بنشوف حاجات كتير بالشكل ده. ماشي؟ لو جاتلك حاله شايف ده الجيم بتاعها مش كويس او مش حلو ما تحرجهاش. خلاص؟ بلاش ايه يا عم انت شاب ده ما خلاص؟ لا يبقى طريقه كده ولا اي حاجه بس رجلين بس وايه؟ حمام وتعالى. خلاص يا جماعه خدوا بالكم القصص دي كويس جدا. خدوا بالكم القصص دي كويس جدا. لان انت هتقابلها كتير جدا 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 جدا. خلاص؟ فلما تحكم حاجه او في حاجه مش عاجباك في بتاع البيشن اتوصل له المعلومة لزوجه. خلاص؟ توصل المعلومة بإيه؟ لزوجه. طيب. اتفضل. خلاص. خلاص. على فكرة بتعود نفس المايك أصلا. حاسس إن صوتي عالي. الناس ورا مش سامعة حاجة. بقول تاني لما يكون عندك حاله تجيلك الهيجين بتاعها يعني ايه هيجين؟ النظافه الشخصيه ده الهيجين خلاص؟ مش عاجباك او فيها مشكله هتشتغل مثلا على الفوت زي كده والهيجين بتاع البيجن ايه؟ مش كويس خلاص الرجل فيه يعني الهيجين بتاعها مش حلو تطلب العيال بتاعها بكل بساطه جدا لو سمحت اغسل رجلك وتعالى بس عشان هنستخدم اجهزه ما ينفعش لازم المغسوله رجلك كده يعني الموضوع يبقى ايه؟ الطلب بايه؟ بشياكه شويه عشان في ناس تبقى متوسطه رسائل زي زفت العينيه زي واحده من خلاص هي كلها رسائل سلبيه توصل للعيال طبعا لا خلاص طلب اي حاجه من الحاجات دي يا جماعه حاجه شخصيه عايز تحكي الموضوع ايه؟ تتوصل بس بالراحه كده وايه؟ اسلوب كويس اسلوب كويس لان ده ساعات كتير جدا في ناس تبقى هي قصه مرضيه تبقى في قصه ايه؟ يعني في مشكله ماشي الحال بس الكلام يوصل بايه؟ بالراحه وبذوق عشان انت بتتعامل مع مين في الاخر؟ مع انسان صح كده؟ تمام انت بريد جت جوينت جت لك مين هنا؟ قلت انت يبقى هتقعد مين؟ انت تفصل يبقى لازم يكون هم كلهم ايه؟ لونجس يبقى فليكسور هانشس لونجس خلاص الفليكسور بيشتغل لونجس بيشتغل مين؟ بريجس اللونجس هنا هتشتغل على الديستك فالفرنجر والبريجر اشتغل على مين؟ على الفلوكسور خلاص؟ طيب لما تيجي تبص على الفليكسور هل شاف لونجس طالع من فين؟ لعدها طويله طالع من فيبولا طالع من فين؟ من فيبولا من الديستك فالفرنجر بتاعت الديستك اسس من بريج بتنتهي فين؟ فيرست ديستك فالكس خلاص؟ على البيز بتاع الجلطه سيرفس بتاعها النيرفز والله تيجي منين؟ والاكشن بتعمل فليكشن في الفيرست بتدرب فاليديال جوينت اند انت فاليديال جوينت تمام واللفتر فليكشن في الانكل وانفرت للفوق لان هي طالعه من فين اصلا؟ احنا معديها على فين؟
على انكل استاذ تيلر معديه على مين؟ على انكل واستاذ طالما عدى تعليم هيبقى لها ايه؟ اكشن. طالما عدى تعليم هيبقى لها اكشن. هي ثلاثه اكشن. اكشن على الانكل بتعمل نقطه فليكشن، على استاذ تيلر بتعمل ايه؟ انفيرجن في الفوت. بتشتغل كمان على مين؟ على المدرسه فالنتيال تيوري والانترفالنتيال تيوري بتوع مين؟ بتوع بيك تو. طالع من فين يا وطولي؟ خلاص دي المصري اهي عندنا بقى ده وصل لمين؟ البيك تو. ماشي يا شباب؟ فين معديها الانكل وستار تيلر والفيرست ترسل والانتر فالنجيال جوينت. فدي اكشن على كام جوينت؟ اربعه جوينت. دي اكشن على كام؟ على اربعه جوينت. عشان كده بنسميها دايما لونجس. طيب فيكسر ديجيتور اوف لونجس بقى طالع من فين هنا؟ بيتبقى بيطلع من الجوبة عشان رايحة فين؟ ليه؟ بيكتو طالع من فين دي؟ طالع من التبيا من فين البستور سيرفس بتاع مين؟ بتاع التبيا. دي فين؟ ديستال فالنجيز من 2 ل5. خلاص؟ دي فين؟ ديستال فالنجيز من 2 ل5 يعني الفيرست من مين واخدها؟ فليكسر هارشس لونجس تبيا ليه؟ والاكشن بتعمل فليكشن مين؟ السكند لحد الفيرست. انت فريق الجوين ده نفس فريق الجوين بتعمل نظر فيكشن في ايه فيرجن في مين برضه؟ في الفوت اهي طلع من التيبيا وادي الاربعه ايه؟ تيجي سبتها ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه لما تيجي تشد هتعمل لك ايه؟ انفيرجن هتشد تعمل ايه؟ انفيرجن اه طالع من ورا هتعمل نظر فيكشن هتشتغل لك على من اثنين لخمسه انت فالنجيال جوينت فليكشر ده طبس فالنجيال جوينت ايه؟ فليكشر. خلاص؟ عارفين دكتور بريفيس طالع من ميدل بارت اوف كالكينيس يونيفرستي اند لاتر اند رودس. خلاص؟ الفيديو فين؟ الفيديو تندنس تو ذا ميدل فالنجيز من 2 ل 5. خلاص؟ ميدل هانتر فليكشر التول من 2 ل 5 وبتعمل لك كمان طالما عملت على المترسل هشتغل على المترسل جوينت اهو. تنتهي هنا. ثلاثة أربعة هشتغل على الترسل جوين والبروكسيمال انترفالاتيا لإيه؟ طالعة من فين؟ طالعة من الجنيال دي ديبرس ده شكل المصري ده شكل مين؟ المصري. المشكلة يا جماعة في الهاند والفول إن التندو بيبقوا إيه؟ سوبر فيشل بيبقوا إيه؟ سوبر فيشل عشان كده بتلاقي إصابات كتيرة جدا في التندو بتلاقي إصابات كتيرة جدا في فين؟ في التندو حد واقع على روح إزاز هيقطع تندو خلاص حد خبط ماسك سكينه واحده شغاله بالسكينه من المطبخ راح ايه؟ شد ده خلاص ممكن معرض يطلع ايه؟ تندر خلاص فاصابات الهاند والكور تبقى كتيره جدا 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 وبتشوفها خصوصا في الاطفال كتير خصوصا في مين؟ في الاطفال او في الستات عشان شغل المطبخ هو ماسك الازاز وحط الازاز ومش عارف ايه وشغل الفيش وحط مش عارف ايه ده كل عيد تلاقي لك ايه؟ ثلاث اربع جايين لك كده خلاص ضحايا مين؟ النيش خلاص انا قريت الكشف بتاع ال ليتر ريجن جوينت وال اتبع خلاص بص التست برضه نفس البوزيشن اللي كنت شغال عليه من شويه بدل ما هشتغل على لا طرز فالنتيال جوينت هشتغل على مين؟ على انتر فالنتيال جوينت نفس القصه بنفس الشكل نفس المعطل بس انا ما حسبتش انا بدل ما حسبت تحت الايه؟ تحت هنا هشتغل على مين انا هنا؟ لا طرز صح؟ هبدا اثبت مين؟ لا طرز نفسي هيثبت مين؟ انتر فالنتيال جوينت خلاص؟ يلا دي مش جايه خالص بص يلا تعالى شوف جاية الموفمنت شايفين الموفمنت تو ايه الناس اللي قدام شايفة حاجة بتنطق في الليجر جوينت اهو يلا اهي جاية بالعافية وتر عامل فيكسيشن لمين؟ اظن فيكسيشن وهم اللي شغالين خلاص يلا تاني هنا اهو بص في حاجة ايه؟ خلاص فانت عشان تبقى مثبت مين انا؟
الطرز الفرنجي عشان اشغل الانتر فرنجي ايه باعتبار ما سيكون المفروض يجيب لك الموفمنت خلاص فليكشن في الميت الانتر فرنجي جوينت خلاص يلا ثاني جريد 4 ها جريد 5 ماشي طيب حاسس البنات انت ما كنتش عارف تستكشف الكلام ده انت ما عملتوش كلام في السكشن ولا ايه؟ حاسس الدنيا متنحه ورا كده ليه؟ يا مسهل يا جريد عايز اشتغل على مين بقى انا؟ على الدكتوره هشتغل على مين؟ على الدكتوره اللونجس تمام وبريفيس البريفيس شغال على مين؟ على البروكس والانترفرينيال جوينت واللونجس شغال على مين؟ على الاثنين شغاله على الاثنين تمام؟ بصوا بقى على الديستر كده شغالين اللونجس عنده ما شاء الله ايه؟ شغاله كويس الحمد لله الحاجه اشتغلت تمام؟ يلا تاني اوكي جايبين يا جماعه الريزيستنس جاي من فين؟ الاندكس بتاعي بس ما حدش يروح عامل كده خلاص؟ ما حدش يروح عامل كده لان انت الويت بتاع ايدك ده خلاص اعلى اصلا من الويت بتاع مين؟ بتاع السجن اللي شغال عليه ما ينفعش الريزيستنس بايه؟ او حد يقول اعمل لك كده هيتحرك؟ طبعا مش هيتحرك ما تقولش ان هي ويك يعني يعمل له شد تمام؟ انا بشتغل على الديستا بثبت مين؟ البروكس من الفرنجل وابدا اقول له اعمل ايه؟ ريفليكشن ريلاكس ثاني يلا جميل ريلاكس ثاني عايز تاخد الاربعه مع بعض خدهم عايز تاخد واحد كل واحد واحد اوكي مفيش اي مشكله خلاص؟ دايما بنشوف المشاكل دي امتى بقى؟ بوست فراكشر تمام؟ بيجي لك الحاله حصل فراكشر ايا كان في الفوت اي هوم نتيجه التسويب بيجي لك سيكنس مين؟ تتصل او الدارس فرنجيال جوين خلاص والانتا فرنجيال جوين فبيبقوا رخمين رخمين بيبقوا ايه؟ رخمين عشان يبداوا ايه؟ يحركوا معاك تاني بيقولوا فيري فيري بينفول طالما حصل هنا سيكنس في الفوت الجيت كلها هتبوظ الجيت كلها ايه؟ هتبوظ تمام؟ هي دي عباره كام جوت عندنا في الفوت يا جماعه؟ ها؟ 26 جوينت كم جوينت؟ 26 جوينت عندنا فين؟ ف 26 جوينت احنا عاملين ليه بقى 26 جوينت؟ عشان فاين موفمنت عشان ايه؟ فاين موفمنت ببدا ايه؟ هتحرك بفاين موفمنت ماشي يا شباب؟ فتقريبا عندنا كام جوينت؟ 26 جوينت ماشي؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ للديستر لو هشتغل على البطن بقى هثبت مين بس اللي هنا؟ اللي هو طرف فلنجر هشغل ايه؟ هشغل بروكس هشغل بروكس اشتغل حاجه نوبه حاجه جديده يعني انا عايز اشتغل طيبين الفود فلازم يبقى عندي درايه كامله بالقصص دي هاخد بتاع الفود والموفمنت بتاع الجوينت وازاي الجوينت تتحرك مع بعضها والميكانكس بتاع الفود ازاي بتحصل خلاص خدنا الميكانكس بتاع الفود ولا لسه؟ خدناها صح؟ يعني المفروض الكلام ده اصلا كله ايه؟ مكرر الكلام ده كله ايه؟ مكرر تاني صح كده؟ يا سهل يا رب لسه هناخد بالفيشن كمان السنه الجايه واللي بعدها حتى هاخد بالفيشن بتاع ايه؟ المصل والبوم يعني كل لما عضل كل عظمه هتبدا ايه كل تندن هتبدا توصل له ازاي كل هتاخد التفاصيل معاك ماشي يا رجاله ابدكشن وجريد 2 الابدكشن بتاع مين؟ بتاع الجريد 2 احنا متفقين الابدكشن من فين؟ بحسوب ازاي ابدكشن وابدكشن انا؟ السكن مين؟ خلاص السكن ده السيرت السكن ده السيرت الفود فود السكن لكن فوق الهانش من فين؟ من الميدل خلاص يبقى من فين؟ من الميدل
خلاص. طب حد يقول لي مساء كده هيبقى برنس. ليه بحسب الابداتش المستخدم؟ عشان هو الهيد بتاعته في المسلسل بتبقى الهيد من تحت تخينه تمام من فوق رفيعه فبتبقى محشوره عامل ليه كده ما بتتحركش جامد. ايه يا شباب لو رسمه انا ممكن انا شايف اقول على كده اللي هو ليه جزء من البيت بتاعته بتبقى لارج تمام ليه هيد من تحت بتبقى لارج فبتبقى محشوره في كامل. والله يا رب يبقى احسن عن مين؟ الله يبقى جامد من فوق. خط ميكانيكا؟ ايوه. ايوه اسال عم مرضوكي. الله يبقى جامد بعد مين؟ يونيفورم بول صح كده؟ مش بعد ما نسجل في يونيفورم بول؟ صح ولا غلط؟ خدت عنكم قلت ميكانيكا لسه؟ ميديا باطل تلفين الجيوبريستي خلاص بتجيب البيز كومبريس تروكس ميكانكس اند ميديا سيزامويد بول خلاص ميديا باطل غير تعمل اف دانشا في الجريد 2 لشهر المصري طلع كده تمسك فين؟ على ميديا ايه؟ باطل سيكس خلاص؟ بالشكل ده لما عايزين تعمل لك ايه؟ اتنشن هتعمل ايه؟ اتنشن طبعا بعد مين؟ هتبعد من فين؟ مش سكن صح؟ اللي هيبعد منه يعمل ايه؟ ابتدش خلاص؟ استخدم البوزيشن بتاعك كله مش فين؟ نص بايت كله نص بايت اعمل ابتدش كده كويس برضه هتثبت نفس القصه هنثبت نفس القصه يا جماعه برضه تمام؟ ثبت مين؟ بروكس مكتوب بترس فالانجير جوين خلاص ده مين هيشتغل بترس فالانجير جوين دول هيحصل فيه ايه؟ ابداكشن هيحصل فيه ابداكشن ابداكشن خلاص ناس كتير جدا بيكون عندها ديفورمتي لما تلاقي الصباع داخل لجوه طالع لبره كانت بتسميه ايه؟ صح؟ خصوصا عند التمين الجزء المتضايقه والمسحوبه مرات كده تبقى عملت ايه؟ الكس فالجس خلاص فدايما ما حدش يدي الشوز ايه؟ الشهر ضيق عادش يبقى الشو زي ايه؟ الشهر ضيق لانك هتعمل لك مشاكل بعد كده هتدخلك في قرارات انت ايه؟ مش قد ده صح انت محتاج البيت تو ده وخصوصا انت وبتيجي تخش اب خلاص نجيه تمام؟ لو دخل منك بلجس بقى ايه هتدور على مين انت؟ مش هتلاقي بيت تو لان هو طالع لبره خلاص تيجي تيجي زي نفسك تيجي زي ايه؟ زي التطبيق تاني مره اوكي أربعة خمسة جايب جديد ثلاثة أربعة خمسة إيه؟ مش لطيف أربعة خمسة إيه؟ مش لطيف خدوا بالكم الكلام ده كله حصل ليه اللي بيحصل ليه في عضلات الكود؟ محدش بيمشي كتير خلاص محدش بيمشي كتير محدش بيجري كتير خلاص محدش بيمشي زي ما الناس كانت بتمشي في الرملة زمان خلاص ما كانش قبل الاسفلت وقبل العربيات الناس كانت بتمشي فين؟ في الرمل خلاص لو شفت اجدادنا واباطنا شغالين مثلا في الزرع والكلام ده كله بيمشي الدين الطين بيمشي الميه والطين فكل ده بيحتاج ايه؟ باور ومصر يعني كده بتلاقي مصر عندهم ايه؟ قوي لو قعدت مع واحد زرع اصلا تبقى اعمل ابتكر عامل لك مش لاقي تو زي طالعين كلهم خلاص اعمل بيكشر هيعمل بيكشر كويس هتلاقي مصر نفسها في حاله ايه؟ كويسه احنا بقى البهوات المرفهين اللي بتيجي زي 24 ساعه بيقول لك بنعمل ايه؟ مفيش حاجه كتير فده يجي تشتغل اهو. Gracias.
الفلتر والسيارة. دايما يا جماعه ليه بقولوا كده؟ لان البني ادم اصلا مفهوم مش عشان يقعد، انت عشان ايه؟ نقعد خلاص؟ دايما بيقولوا عشان انت ايه؟ تتحرك، حركه حرك كتير. لما بتقعد بتحصل كوارث كتيره جدا، انت فقدت ايه؟ الاستيستي الفاصل، فقدت جوينت الاينمنت، فقدت حاجات كتيره جدا. فانت لو قاعد فترات كبيره وتيجي تتحرك تظهر عندك مشاكل كتير. خلاص؟ اسالوا انتوا عندكم ناس من زمان بامتياز شغالين دلوقتي مش عارف تعمل في الشغلانه ليه؟ الاكبر ديسك سيرف كان مش عارف شغل المانجمنت حصل عنده ايه؟ الكلام ده كله ليه بقى؟ فولت بوزيشن في البدايه خلاص وامبروفر موفمنت وبقت دخلت المتاهات دي كلها. مش كده دايما احنا اي حد نشوفه طفل اي حد كبير صغير بنصحه يتحرك ايه؟ كتير. لو حد معاه اطفال صغيرين في البيت بيستخدموا موبايلات كتيره بلاش موبايلات كتيره. خلاص؟ حتى بيقوم تديش طفل الموبايل عشان ينزل على ودانك تديه الموبايل وتسيبيه. لا. تمام؟ صح يا ولد ده. تنيني طلع من الميديان واللاترال تيوبريستيك كانتينيس واللاتر اجلوزس تديه لاترال سايد اوف تيبس بروكسيمال بانكس عشان كده اسمه ايه؟ دي جي تي عشان رايح مين؟ خلاص الليزر ايه؟ 2 طيب نرمي سبلاي بتاع الاخر من اندر نيرف تعمل اتاتش في سمول ايه؟ الجزء من التلوسي اي طلع من سايد اوف ذا دكسات والبيت في الدي في مي في بيز البروت ما بين ديس اند نورس ديجيتال اكسبانشن لاتر اندر سيرف تعمل اتاتش في ايه؟ ده الشكل بتاع مين؟ ده الدي جي مين اهي خلاص ده الشكل بتاع مين؟ انتر اوسي اي انتر شايفين انتر ازاي عشان كده يسموها انتر ايه؟ اوسي اي خلاص؟ طيب طبعا هيستاهل الجزء ده خلاص يعني انت هتحط الاكسس هو مش هيتحرك الحركه بتاعته ضعيفه جدا الحركه بتاعته ايه؟ ضعيفه جدا شكلها ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ايه؟ بريك موشن قال لك ان الباسل دول بيعملوا ايه؟ ما اعرفش افصلهم عشان ابدا اعمل لهم ايه؟ ايزوليشن ما اعرفش اعمل تيست دي لوحدها والتيست دي ايه؟ لوحدها التيست بتاعهم قدام البيت كلهم خلاص؟ اهي هتلاقي الحركه دي هتلاقي ايه؟ تعمل ابتكر اهي تجيب لك حط لك كده وشوف لا لا تعمل ابتكر لا ابتكر حتشوف لا ابتكر في ايه؟ اللي حتشوف خلاص؟ طبعا انت لما تيجي تشتغل يا جماعه لو عندك رجل مصابه بتعمل مين الاول؟ سليم في التو بتعمل السليم خلاص شوف الموفمنت فين؟ في السليمه وبعدين تروح عامل ايه؟ الافكتد وتقارن بين الاثنين خلاص؟ والله لقيت اختلاف في الافكتد ما فيه مشكله لقيت الاثنين زي بعض ولا ده ايه؟ الاثنين زي بعض زي الفل خلاص؟ ان هو ساعات جدا بيبقى طبيعه عيان كده طبيعه عيان كده زي مثلا واحد بيجي لك تليفونك وهو عنده 60 سنه خلاص عنده تيفوز هو عنده كام سنه؟ 60 سنه اوعى تنشك دماغك وتقول له صدق انك هيفوزس هو عنده 60 سنه خلاص لان انت هتعمله يعني ايه ميكانيكال كوريكشن تبدا تصلح التيفوز ترجعه نورمال هو عنده كام؟ 60 والتيفوز عنده من 36 مثلا خلاص انت كل اللي هتعمله بس هترجع الاينمنت اللي كان قبل الاصابه او اللي كان قبل ايه؟ المشكله اللي هو عايش فيه 30 سنه خلاص تمام وكان عايش سليم بدون مشكله بدون الم لكن لما احتل وزاد بدا يظهر الم هترجعه لمكانه قبل تمام يعني ده خلاص ده فيكسد مش هبدا ايه اشتغل عليه تاني لكن لو واحد جالك مثلا حد من ادوليسنس طفل الكلام ده ممكن تحاول تبدا تشتغل معاه ليه بتكلم كده عشان دايما الطرد انت عايز توصل له شكله ايه الهدف عايز توصل له شكله ايه خلاص ما تعملش طرد هو مش هيتحقق هو ما يحطش هدف هو اصلا ايه صعب ان هو ايه يتحقق بالنسبه له خلاص نفس القصة بالتوس اغلب الناس عندهم مشاكل فين؟ في المصر بتاع فين؟ بتاعت الفود ماشي؟ بعيد عن الاكل الاكل ما ينفعش تبقى فيه مشاكل هو مستفتيجر ماشي؟ حتى مشاكل في التوس كتير جدا في مصر ايه؟ ويك خلاص مصر ويك خلاص اثر عليه خلاص مش مشكله لكن لو جات لك المشكله يبقى اقترنها بمين؟ بالنورمال اقترنها بالنورمال
لانك انت لو انا جيت وعملت التست ده هقول لك في مشكله، هتيجي انت تبص على تعمل 9 هتلاقي تقول لي ايه؟ مفيش مشكله، لانه كله سبجكت، كله معتمد على مين؟ اوبزرفيشن، معتمد على اوبزرفيشن. خلاص مفيش قياسات مثلا زي الان كده بشتغل على فيست جرافيتي وز جرافيتي وعندي رينج موشن وعندي رينج ثابت وعندي رقم بوصل له. هنا مش عارف اوصل لمين؟ لارقام. خلاص؟ كتر فرانجل اند انت فرانجل اكستنشن، انا خلصت الفيش هتكلم على مين؟ على اكستنشن. مين بصل شغاله؟ اكستنشن ريشس لونجس، اكستنشن دورا لونجس، اكستنشن دورا مين؟ جريدس. زي ما كانوا بيعملوا فيكشن هناك بس اتعكسوا بقى وعملوا ايه؟ خلاص دي طالعه من الفيبولا، خلاص بتعمل فيشن يبقى طالعه من فين؟ الانتيريور سيرفس، طالعه من فين؟ الانتيريور سيرفس. خلاص؟ وبتنتهي من فيرست ديستال فاليكس. خلاص؟ والنيرف سبلاي في البرونيال نيرف بتعمل اكستنشن في فيرست ديستال فالنجيال عند انت فالنجيال جوي وطالعه معديه على الانكل وستوب تير هتعمل لك ايه؟ سبلكشن وامفيرجن. خلاص؟ صح كده؟ وقلنا هي الباص دي بتعملها ترانزيشن مع مين؟ اللي بيعمل كونسبشن وفيرجن بيعمل ترانزيشن مش اللي انت بتعمل كونسبشن وفيرجن صح كده؟ طيب الاكستنشن دي اشتغل برونجس طالع من التيبيا واللاترال كوندايت بتاعها خلاص؟ وطالع من فوكس فال انتيرو فيبولا واللي انت راشد ممبرين بتدي في مين؟ في الميدل اند ديستا فالديس من عند اثنين لحد ايه؟ خمسه دي كورنيال نير هتعمل اكستنشن من 2 ل 5 وفي طرس فلانجيا وفي فلانجيا جوينت هتعمل لك دروس فليكشن وايه؟ وايه؟ فيرجن خلاص؟ دي مين دي؟ هاشم الهاوس لونجس خلاص الهاوس ايه؟ لونجس تمام شايفين اللاين بتاعها لما هتشد فوق هتعمل ايه؟ دورسي وايه؟ فيرجن واكستنشن خلاص؟ طيب بص لي بقى على مين؟ اكستنشن لونجس خلاص الاكستنشن دي شرم ايه؟ لونجس اهي لما تشد فوق هتشد تعمل ايه؟ دورس فليكشن وايه؟ اي فيرجن خلاص اي فيرجن وهتعمل اكستنشن في الاثنين ايه؟ خمسه من الدارس فالنجيا جوينت والانتر فالنجيا ايه؟ جوينت الميريدس طالعه في اللاترال اند دورس كالكينيس تدي مين؟ دورس ارثروس من 2 ل 5 دي كروديا جيت بتعمل اكستنشن في التوز اللي هي بس معطيه على مين؟ على توز انت فرنسا ولا وزاره فرنسا ليه؟ ده شكل التعميل بتاع المصطلح بتاعي تقريبا هم نفس الاوريجن بتاع الانفليكشن بس دي واحده من ورا عن ايه؟ خلاص هو نفس الاوريجن بس ايه؟ من ورا ومن قدام نفس الانفليكشن من ورا وايه؟ من قدام. من صباعي هيعمل ايه؟ من صباعي بس دايما هتلاقي الاكستنشن احسن من مين؟ في الريفليكشن دايما هتلاقي الرينج بتاع الاكستنشن احسن من فليكشن. هو الرينج بتاع الديفيجن ولا الانفيرجن اكتر؟ الانفيرجن ولا الانفيرجن اكتر؟ صح؟ ليه؟ انا حاجه اعمل ايه؟ اكستنشن حاجه اعمل اكستنشن ابدا اثبت خلاص بلوكس ولا الدكتور خارج الجوينت وهبدا اشوف مين اول حاجه البيكس هشوف مين البيك تو هخلي دول في الفيكشن او ريلاكسر تمام ده وانا عامل اكستنشن شايفين الاكستنشن عامل ايه وشايفين التندر عامل ايه التندر بتاعها واضح جدا تمام بعد كده هعمل ايه جريد اربعه صح صح خلاص ريح جريد خمسه تمام مور 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 ريلاكس خلاص جريد ايه خمسه احنا متفقين جريد 2 هيبقى الارشيال رينج مش هكمل مين الرينج بتاعك خلاص ده بالنسبه ليه البيك 2 ده بالنسبه ليه البيك 2 يعني اكسس هارشس لونجس خلاص قلنا دي سبتشر جين الدورس فليكشر والانفيرج اللي كده هتشغل شغل بتاع البيالس انتيرو ماسك طيب بالنسبه بقى من 2 ل 5 من 2 ل 5 هبدا اثبت البيك 2 زي ما كنت مثبت خلاص هبدا اقول له اعمل اكستنشن ماشي دي جريد كام؟ 3 ريد أربعة أطلع ريلاكس جريد خمسة فولت ريلاكس خلاص طيب لو كلهم من أنهي بوزيشن يا جماعة؟
بوينت كلهم خلاص كده خلصنا اللي هو ان كده باين معايا النيك والتراك باين معايا النيك ومين والتراك خلاص هناخد ان شاء الله المحاضره الجايه النيك والمحاضره بعدها ايه